اي غير اللي بالشارع اللي عم يطلع مع الثوار المتطهرين، لان الثوار المتطهرين هن 11/7/2011. ويلا ما نرجع الا لله وحده، ويلا ما نرجع الا لله وحده، ويلا سقط المختار، سقط المختار، سقط المختار، سقط المختار، سقط المختار. الرأي للجميع، الرأي للجميع، واللي بوافق عليه الجميع الكل بيمشي عليه، لأي أمر كان، إن كان المظاهرات، ولا إن كان المختار، ولا إن كان لأي أمر كان، وبالأخص يكون لفائدة البلد. من يوم ورايح صار حدا بيتخذ قرار غير برأي الجميع. هي أول شغلة، الشغلة الثانية، إذا نحن بنعرف زلمة ما عم يكون موجود قلبا وقالبا، ما شرط يكون بالشارع. في عالم كثير وانا بعرف ناس هنا ما طلعت ولا يوم بمظاهرة، بس عم تشتغل اكثر من اكثر مني، عم تشتغل اكثر مني. في حتى نساء وفي اطفال وفي شيوخ في البيت وشفتي دعائهم. هذا الكلام اذا عم يقول الله اكبر معناها توحيد. الله اكبر.